السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هو فيديو خاص بتلخيص مختصر لأول 9 فصول من رواية Il était une fois un vieux couple heureux. من بعد ما تستمعوا لهذا التلخيص غيكون فيديو آخر فيه أسئلة خاصة بالفهم في نفس الفصول 9 من نفس الرواية Il était une fois un vieux couple heureux. أول حاجة أو أول سؤال كي تطرح أيا كان الفصل اللي تحطت فيه الرواية هو هاد المعلومات اللي خاصنا نكونوا عارفينها، واللي هي اسم الكاتب، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، نوعية الرواية، اسم عملين لنفس الكاتب، ثم القرن الذي كتبت فيه الرواية. الإجابات ديال السؤال الأول هي اسم الكاتب محمد خير الدين، زاد في مدينة تفراوت 1941، توفى بمدينة الرباط 1995. الرواية هي نوعية الرواية هي رواية مغربية معاصرة. اسم روايتين أو عملين لنفس الكاتب سو ماروك أكادير، والقرن العشرون هو فاش تكتبات الرواية. الفصل الأول ويحمل عنوان زوجان عجوزان في قرية نائية. بعد عدة رحلات إلى الشمال وجزء من أوروبا، عاش بوشعيب رفقة زوجته حياة بسيطة في قرية جبلية في جنوب البلاد. كان بوشعيب رجلا صالحا، امتلك متجرا فيه وفر له عيشا كريما في هذه القرية النائية. عاش الزوجان حياة سعيدة رغم عدم إنجابهما للأطفال، كما كانت تربطهم علاقة ودية مع الجيران. الفصل الثاني ويحمل عنوان رجل شرف. في عهد الاستعمار استقبل بوشعيب مخازنيا جاء ليبحث عن مقاتلي المقاومة الفارين، وأخبره بكل جرأة وحدة أن الهاربين ليسوا في القرية. بينما استمر الهاربون في العيش بكل هدوء بعدما اطمأنوا أن بوشعيب لم يشي بهم. بعد هذه الذكرى التي كان بوشعيب يفتخر بها، ذهب لضبط الفخ لصيد الأرانب. في اليوم التالي أحضر أرنبين وطلب من زوجته أن تقدم بعض اللحم إلى جارتهم العجوز. قبل الخلود للنوم أخبر بوشعيب زوجته أنه في اليوم التالي سيذبح 2 من الثيران في المسجد، كما حدثها عن الحلم الذي يراوده كل ليلة. الفصل الثالث الحلم المؤرق. في تلك الليلة عانى العجوز من نفس الحلم المزعج، سقوط من أعلى شجرة اللوز التي يتسلقها. وفي الصباح ذهب بصحبة الجزار وشيخ موقر إلى المسجد العالي، حيث ساد جو احتفالي وطقوس لا تنسى. الفصل الرابع الذاكرة المؤلمة للاحتلال الفرنسي. وصف بوشعيب طقوس الاحتفالية لزوجته التي اهتمت أكثر بقطعة اللحم التي أحضرها معه. أثناء تدخينه وشربه للشاي تذكر تاريخ المغرب في ظل الاحتلال الفرنسي والظروف التي دفعته إلى الاستقرار نهائيا في القرية هربا من المدن القاتلة والبائسة، مستقرا في أحضان الجبال حيث يسود السلام والأمن. أثناء تناول اللوز المحمص واحتساء الشاي تحدث بوشعيب لزوجته العجوز عن الماضي الاستعماري وعن المحاكمة. بعد ذلك أخذ قيلولة استيقظ منها سريعا بسبب الحلم الذي يلازمه. شعرت المرأة بالأسف لعدم إنجابهما للأطفال، لكن زوجها واساها مستشهدا بأسماء الأنبياء والملوك الذين لم يكن لديهم أطفال. الفصل الخامس حداثة منتشرة. شهد الزوجان العجوزان أحل الحداثة التي كانت تنتشر أكثر كل يوم. ظهر أول منزل خرساني صاحبه من مدينة الدار البيضاء، تم بناء المسارات وعبرتها السيارات. كانت البيوت القديمة تدمر تدريجيا، خاصة تلك التي كانت على قمة الجبل. انتشرت مضخات المياه في القرية، مزقت أصوات الراديو صمت المكان، وبقي الرجل العجوز متمسكا بالتقاليد. الفصل السادس الذاكرة التي نهبها التجار. وصل القرويون زراعة أراضيهم والذهاب إلى السوق الأسبوعي للحصول على منتجات حديثة، لكن زوجة بوشعيب كانت لا تزال مترددة في الذهاب إلى مطحنة الدقيق في القرية لطحن حبوبها،
كما ظلت محافظة على مجوهراتها الفضية التي فضلتها على الذهب. استنكر الزوجان نهب التراث الأثري ومجوهرات الأجداد من قبل التجار الذين باعوها للأجانب. لقد تأثر بوشعيب وزوجته بهذه التغييرات السريعة التي نسفت قيم الأجداد. فساد الشباب بسبب المدينة، عبادة المال، الجشع الذي دمر العلاقات الأسرية والإنسانية، عدم احترام العادات، الكحول وتداعياته الكارثية على الشباب. كما كشف بوشعيب لزوجته أنه كان يكتب القصائد. الفصل السابع: الزلزال بين التفسير العلمي والميتافيزيقي. ذات يوم في نهاية الصيف وبعد حصاد جيد، دخن بوشعيب بينما كانت زوجته تعد الطاجين. قط أحمر وبغل حل مكان القط الأسود والحمار الميت. اختفى القط الجديد بسرعة رغم أنه بالكاد تذوق طعامه. في الليل شعر الزوجان بزلزال، وفي اليوم التالي علم الزوجان أن مدينة أكادير قد دمرت بالكامل. سكان القرية المذعورين أظهروا تقوى كبيرة، رأى البعض منهم أن هذا عقابا إلهيا، على عكس بوشعيب الذي شرح علميا هذه الكارثة الطبيعية. وبعد انتظار طويل سر الفلاحون بالأمطار الغزيرة التي هطلت على قريتهم. فضل هؤلاء الفلاحون البقاء في أرضهم بدلا من البحث عن ثروة وهمية في شمال البلاد. الفصل الثامن: أوروبا والمدينة تفسد القلوب والأخلاق. ظل العجوز مرتبطا بقريته، رفض بشكل قاطع تركها ليستقر في أحياء المدينة مثل الشباب المبهور بالحياة الحديثة. هذا الأخير غير ممتن للأرض التي أطعمته، يهاجر لممارسة مهن في ظروف يرثى لها. معظم أولئك الذين هاجروا إلى أوروبا ليسوا أفضل حالا، إنهم يعيشون في الإذلال. أطفالهم المولودون في أرض المنفى محرومون، إنهم لا يحترمون الأحياء ويدنسون قبور الأسلاف. الفصل التاسع: قصة القديس المجهول. كان الشتاء قاسيا، بقي سكان القرية في مساكنهم. تحدث الزوجان عن الفقيه الجديد، وهو شاب جاء من معهد ترودانت ليحل محل مدير المدرسة المتقاعد. بينما كانت المرأة تعد الطاجين كالعادة، كتب الرجل العجوز القصة الملحمية لقديس مجهول. قرأ بصوت عال جزءا من القصيدة التي ألفها والتي وجدتها زوجته رائعة. إلى اللقاء في الفيديو الخاص بأسئلة الفهم في الفصول التسعة من رواية Il était une fois un vieux couple heureux.